بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عندنا أنواع مختلفة من الفواصل اللي بتكون موجودة في المباني، فعندي فاصل تمدد، ودوت بيكون علشان أتفادى تأثير أحمال الحرارة، وعندي فاصل الهبوط نتيجة اختلاف مبنيين كأحمال. لو عندي مبنى مثلا وليكن 20 دور ومبنى 5 أدوار، فطبيعة طبعا إن الحمل هنا غير الحمل هنا، فبعمل فاصل بسميه فاصل هبوط. ولكن موضوعنا اليوم النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن structural separation نتيجة الزلازل أو نتيجة اللاترال لودز، وهنتطرق إلى الكود الأمريكي والكود السعودي SBC. هناخد مثال على الكود السعودي ونطبقه. يبقى احنا بنتكلم ان شاء الله اليوم عن اشتراطات الفاصل الزلزالي ومسافة الفاصل الزلزالي. المفروض المسافة بين مبنيين معرضين للاترال لودز او احمال افقية، المفروض المسافة ديت مينيموم تكون ليها قيمة معينة نتيجة المعادلات اللي موجودة في الكود الامريكي والكود السعودي، وهو دوت اللي هنتطرق ليه اليوم ان شاء الله. هنطبق مع مثال مع بعض. ده موديل ايتابس، والموديل الايتابس استعرضنا الديسبليسمنت، تمام. والديسبليسمنت دوت كان ناتج عن الكيو اكس، يعني الحركة الزلزالية في اتجاه اكس. لو لاحظنا انه اللون الازرق اللي هو جلوبال اكس، فتقريبا بنتكلم عن 9 وكسر. وكذلك الامر هنا الماكسيموم ستوري ديسبليسمنت due to QX، تمام كده. ولكن دوت للمبنى الآخر، يعني أنا عندي مبنيين، المبنى الأول هو الديسبليسمنت بتاعته في حدود 9 وكسر، والمبنى المجاور ليه الديسبليسمنت بتاعته في حدود 15، تمام. فعايزين نشوف مع بعض إزاي المسافة بين المبنيين دول هتكون مينيمم ديستانس كام نتيجة الكود السعودي. فلو جينا تطرقنا للكود السعودي أو الكود الأمريكي، الصفحة دي طبعا المعادلات دي معادلات الكود الأمريكي، وهي هي اللي موجودة في الكود السعودي، تمام. فهلاقيه بيحسب دلتا ام، والدلتا ام ايكوال سي دي في الدلتا ماكسيموم على الاي اي، تمام. وبعد كده بيدخل طبعا، هنشرح المعادلة دي بالتفصيل دلوقتي، تمام. بعد كده بيدخل في الدلتا ام توتال، الجذر التربيعي الدلتا ام 1 تربيع زائد دلتا ام 2 تربيع. دلتا ام 1 نتيجة المبنى الاولاني، ودلتا ام 2 اللي هي الديسبليسمنت نتيجة الحركة للمبنى التاني. طيب الدلتا ام طبعا الكود بينص على انه بيقول انه separation shall allow for the maximum inelastic response displacement. الماكسيمم ان الاستيك يعني الـ هنا الـ مش الاستيك بقى، لا ده خلاص احنا دلوقتي دخلنا في مرحلة الان الاستيك ريسبونس ديسبليسمنت. والدلتا ام 1 ده زي ما قلنا للمبنى الاولاني، ودلتا ام 2 للمبنى الثاني. والدلتا ماكسيمم الماكسيمم الاستيك ديسبليسمنت ات ذا كريتيكال لوكيشن، يعني انا ده اللي انا بطلعه من الايتابس، دلتا ماكسيمم اللي انا بطلعه من الايتابس الماكسيمم عند الكريتيكال لوكيشن. وبالنسبه للمباني المجاوره اون ذا سيم shall be separated by at least delta m t، تمام. يبقى إذن أنا بطبق في هذه المعادلة اللي هي delta m t معادلة 12-12-2. طيب لو تطرقنا للمعادلة 12-12-1، تمام، عايز أعرف يعني إيه سي دي، تمام كده، وإيه هو الـ IE، تمام. احنا اتفقنا ان احنا بنطبق هذا المثال على مبنى موجود في السعودية، وبالتالي بستخدم الـ SBC، تمام. الـ IE اللي هي الـ Importance Factors، والـ Importance Factor بي يعني بتعتمد على
الاشغاليه او الاوكيوبانسي كاتيجوري، تمام؟ الكاتيجوري بتاعه المنطقه اللي انا شغال عليها، كاتيجوري 1 ولا كاتيجوري 2 ولا 3 ولا 4، تمام؟ فلو طبيعه المبنى انا شغال على كاتيجوري 1 او كاتيجوري 2، تمام، هيبقى الامبورتنس فاكتور واحد زي الكيس اللي هي موجوده عندنا. السي دي، تمام، اللي هو الديفليكشن امبليفيكيشن فاكتور، والديفليكشن امبليفيكيشن فاكتور ده معامل بيعتمد على السيستم المقاوم للاحمال الافقيه، تمام. ايه هو السيستم المقاوم لللاترال لودز؟ هل هو عندي شير وولز؟ هل هو عندي فريمينج، تمام، يعني كاميرا وعمود، والكاميرا والعمود عندي الكونكشن، انا مشكل النيجاتيف مومنت بحديد التسليح بحيث ان في علاقه قويه ما بين الكونكشن بين الكولوم وبين البيم. فطبيعه المبنى اللي شغالين عليه واللي الاتابس دوت طالع منه انه كان هذا المبنى بنوع الفريمينج، تمام، فهو اوردينري رينفورسد كونكريت مومنت فريمز، تمام، ما كانش عندي شير وولز في المبنى، المبنى ما كانش ارتفاعه كبير، تمام، فكنا يعني معتمدين على مقاومه اللاترال لودز على الكولوم والبيم، تمام. فكان عندي السي دي ايكوال كام؟ ايكوال 2.5. فلو حبينا نطبق في المعادله، يبقى اذا انا عندي الجيفن سي دي من التيبل زي ما شفناها مع بعض دلوقتي ايكوال 2.5، والامبورتنس فاكتور بيساوي 1، تمام. نعوض تعويض مباشر، دلتا ام 1 للمبنى الاولاني بتساوي السي دي في الديسبليسمنت الاكشوال اللي طالع من الايتابس الماكسيمم على الامبورتنس فاكتور اللي هو 1، هتطلع 24 مللي. وبالنسبة للمبنى رقم 2 نفس المعادلة، السي دي في الدلتا على الامبورتنس فاكتور، السي دي ب 2.5، في الدلتا كانت ما بين ال 14 و 16 كانت 15.2 على الامبورتنس فاكتور بواحد، طلعت 38 مللي. لذلك ويدث اوف سيباريشن جوينت هنطبق في المعادلة النهائية اللي بتديني المسافة، مسافة الفاصل الزلزالي، يبقى الجذر التربيعي لدلتا ام 1 تربيع زائد دلتا ام 2 تربيع. لو عوضنا في هذه المعادلة هتطلع هذه القيمة ايكوال 44.9 مليمتر. لذلك ويدث اوف سيباريشن جوينت، مسافة الفاصل الزلزالي، يجب ألا تقل عن 4.5 سنتي، تمام. يبقى إذا لو إحنا عملنا مسافة الفاصل الزلزالي وليكن 3 سنتي أو 3 سنتي ونص، يبقى إذا أنا according to SBC code، تمام، دوت إيه دوت مسافة غير كافية، يجب إن أزود هذه المسافة. يبقى إذا إحنا باختصار شديد بنطبق في هذه المعادلة، هذه المعادلة بتعتمد على دلتا ام 1 نتيجة المبنى الأول زائد دلتا ام 2 نتيجة المبنى الثاني المجاور. وعلشان أجيب دلتا ام 1 أو دلتا ام 2 بعوض في هذه المعادلة اللي هي السي دي في الدلتا ماكسيمم على الامبورتنس فاكتور، وقلنا الامبورتنس فاكتور ده بيعتمد على الكاتيجوري، تمام، الكاتيجوري بشوف أنا في كاتيجوري 1 ولا كاتيجوري 2، وبناء عليه كل كاتيجوري ليه امبورتنس فاكتور معين. والسي دي قلنا دوت امبليفيكيشن فاكتور بيعتمد على السيستم الانشائي المقاوم للزلازل، السيستم الانشائي المقاوم لللاترال لودز، تمام. والدلتا ماكسيمم اللي هي الماكسيمم الاستيك ديسبليسمنت ات ذا كريتيكال لوكيشن، دلتا ماكسيمم الماكسيمم الاستيك اللي بتطلع معايا من الموديل، وبعوض تعويض مباشر، ومن خلال هذه المعادلة بطلع مسافة الفاصل الزلزال.